السلام عليكم. من الشغلانات الجديدة اللي أظهرها الذكاء الصناعي ومش محتاجة مذاكرة كتير قوي، وفي نفس الوقت سهلة وفي نفس الوقت مرتباتها حلوة، موضوع البرومت أو برومت انجينير، أو إن أنت تعرف تكتب برومت حلو فيطلع لك صورة، أو تسأل شات جي بي تي فيطلع لك إجابة موثقة. وفي ناس كتير بتكسب مبالغ حلوة جدا إن هو بيتفق مع موقع زي خمسات أو فريلانسر أو كده، بيعمل شغل كتير للناس وبيستعين بالذكاء الصناعي. بس خلي بالك وانت بتلاقي شغل في الذكاء الصناعي، يعني هنا مثلا الصورة دي قدرا كده اتفتحت، يعني معمولة من دقيقة واحدة، هو طلب منه بيرد ماوس، راح جاب له الطير كله، كات نوس، حط له قطة، وهكذا. يعني ساعات بتحصل حاجات ظريفة. طيب، بداية الأفضل إن أنت تكتب بالإنجليزي، يعني لما بتكتب بالعربي النتيجة ما بتطلعش 100%. فلو انت مش عارف تكون بالانجليزي، ممكن تفتح مثلا هنا جوجل ترانزليت وتكتب تمام الكلام بالعربي وتاخد الكلام بالانجليزي، بس برضه حتى لازم تعمل تشيك عليه، فلازم يكون عندك البدايات حتى بتاعت الانجليزي. طيب، في مواقع هنا كتيرة جدا خاصة بالبرومت، ده مثلا موقع فيه احسن 25 AI برومت لايبراري، في حاجات فيهم خاصة بشات جي بي تي، في حاجات خاصة بالميد جورني، في حاجات خاصة ببقية البرامج. والميد جورني طبعا هو أشهرهم، وممكن تطلب البرومت، ولو شات جي بي تي في بعض الحاجات البسيطة بتزودها، أو ممكن تحذفها لو أنت بتستخدم حاجات تانية، يعني شات جي بي تي ساعات بنضيف حاجات تانية. طيب، ده موقع مثلا من ضمن المواقع اسمه برومت اكستند. يعني إيه؟ يعني أنت بتديله جملة صغيرة زي دي تمام، وتقول له سبميت، هو بقى بيبني عليها برومت اكثر تفصيلا، انت بقى تقرا وتتاكد منها. يعني هو ظبط لك مثلا نوع الريندر وانريل انجن، وشاف ايه افضل حاجات ممكن تكتب جنبيه تديك نتيجه كويسه. طيب، خليني انسخ الكلام ده كله وهاجي هنا. ده موقع سيبولكو اسفل الوصف، موقع اسمه بلو ويلو تمام. هاجي هنا واقول له ايماجين، تخيل وروح مديله الوصف الكامل اللي هو اداهولي. لو انا كتبت الكلمة بس كده مش هيديني نفس النتيجة لما ناخد الوصف. فالموقع اللي انا حاططها دي برومت اكستند وديلي ليست والحاجات دي كلها بتديك نتائج اقوى بكتير من لو انت كتبت تكست بس كده خلاص تمام. دي ناس كتير عمالة تعمل شوية صور، فانت ممكن تقعد تقرأ البرومت اللي هم كاتبينه وتتعلم منه تمام. هو هنا بيقول لي استنى علينا شويه عشان ايه، احنا بنعمل الناس كلها تمام. فهو كتب نفس الوصف هو، بس هو ايه اداني شويه حاجات اشد يعني تمام. تبدا بقى انت تختار انت عايز اني صوره فيهم اللي تكبر، مثلا الصوره رقم 3 خلاص هتقول له يو 3. طب انهي اصدار؟ الاصدار الرابع تمام. طيب، نفس الفكره برضو هنا في البرومت اكستند، هو نفس الفكره برضه تمام. طيب، ده موقع بقى ظريف جدا، خلينا ناخد الكلمه دي بس ونروح للموقع دوت ليست. بيقول لي انت عايز انا شكلي من الاشكال ديت، انا شكلي فيهم اللي انت، انا بفكر في اوكتانا ريندر. اوكي، بدا يكتبوا لي تحت. طب لاني ارتست، انا دي 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 مثلا، تبدأ بقى تشوف مين من الناس اللي انت عايز ترسم زيه، وممكن ما تختارش، يعني مش اجبار ان انت تختار تمام. خلينا نكتب الجملة اللي احنا كنا اخترناها الاول ونيجي هنا. طيب، بعد كده يقول لك بقى ايه انت عايز ايه تاني بعد كده. فان جوخ، ماشي، يعني ينفع كذا رسام او ينفع كذا رسام. طيب، الفوتوغرافي انهي حاجه من دي اللي انت بتحبها، مثلا افكت معين، مثلا حاجه زي كده، فتبدا تختار الافكت اللي عجبك مثلا. طيب، موديفاير، تبدا بقى تختار الموديفاير اللي انت عايزه. طيب، الديزاين ممكن بقى تختار بقى ايجيبت مثلا منيو، وممكن ما تختارش، يعني انت مش مجبر على حاجه ماشي. طيب، هتعمل سيلكت بقى لكل دول،
موقع تاني بس للأسف فرنساوي، فهاجي هنا وأقول له أنا عايز عربي أو إنجليزي. يعني تقدر تيجي وتقول له أنا عايز أغير اللغة للغة تانية، بيقول لك أنت عايز تتكلم عن إيه مثلا، فبتبدأ تديله وصف الحاجة تمام اللي أنت عايز تتكلم عنها، هو يبدأ يحط لك التفاصيل بتاعتها تمام. أنت عايز مثلا إيه؟ كاريكاتير مثلا، نحت. طب أنت عايز أبقى أنهي شكل؟ مجرة مثلا. أنهي فنان اللي أنت بتحب مثلا؟ شوف أنت بتحب مين بقى؟ رامبرانت. الاستوديوهات اللي أنت بتشتغل بيها طبعا بالإنجليزي، بيكسر مثلا. وتبدأ بقى الدول اللي أنت بتحبه، عايز كلمات أساسية مثلا تمام، قول له بقى النص الخاص بيه، يبدأ إن هو يديهولك، فأنت تقدر تاخده كوبي وتروح هناك. بس الأفضل يكون بالإنجليزي، يعني الأفضل إنك تيجي هنا وبدل ما تختار العربي تقول له لأ غير لي اللغة للإنجليزي تمام، فتختار الإنجليزي من هنا. طيب في برضه برومت هيرو، وده برضه من المواقع الكويسة جدا، ممكن تعمل سيرش على الصور كلها، فهو يبدأ إن هو يجيب لك الصور اللي فيها الخصائص ديت تمام. الموقع ده متخصص في كده، يعني في ناس بتكسب فلوس جدا منه، في جوبس كتيرة فيها، ممكن تديله صورة وتقوله عايز صور تكون بنفس النتيجة ديت تمام. هقول له مثلا عايز كلمة مايك مثلا تمام. في حاجات خاصة بأركتكتشر، يجيب لك صور كتيرة خاصة بأركتكتشر تمام. انت عايز اني ستيبل ديفيجن، ولا ميد جورني، ولا اوبن جورني، ولا شات جي بي تي؟ في حاجه خاصه بان انا عايز اعمل موضوع مثلا، عايز مواضيع عن السيفيهات مثلا، فيبدا يجيب لك نماذج سيفيهات. دي حاجات كتيره كلها معموله، لو وقفت على اي واحد فيهم يبدا يجيب لك الكلام دوت تمام. في ناس بتكسب فلوس بقى عن طريق ايه؟ اهي الجوب، تبدا تشوف ايه الوظائف الموجوده وتتعاون معاهم، او ممكن انت توظف تقول لهم انا عايز واحد متخصص يجي يعمل لي حاجه زي كده. في بيبقى ميد جورني جوبس، في واحد متخصص ان هو بيطلع لك صور حلوه من الميد جورني، وتخش تلاقي صور معينه وتبدا ان انت تشوفها. يعني في ميد جورني ارتست، في سوشيال ميديا اسيستنت، وهكذا. في وظائف كتيره جدا في القصه دي، فالقصه دي وهتلاقي هنا اكاديمي، في كورسات والحاجات دي كلها اغلبها ببلاش، لكن في حاجات ادفانسد بفلوس. كوميونتي، بتبدا ان انت تشوف الحاجات، تبدأ بقى تيجي تجرب بقى المواضيع اللي هي في التوب، في النيو والحاجات دي كلها تمام. فده اكتر موقع ممكن لو قعدت فيه تستفاد وتطلع بافكار ازاي اقدر ان انا اكسب فلوس من فكرة البرومت.